الشرقي أي الرياح القادمة من الشرق. تهب الرياح الشرقية على جبال شمال المغرب بشكل شبه دائم، ويتم توظيفها في أحد أهم مشاريع إنتاج الطاقة في البلاد. 165 من توربينات إنتاج طاقة الرياح في مزرعة رياح في طنجة. يدير محمد الرويج المزرعة الرياح الجبلية هذه رفقة 4 مهندسين وحوالي 20 تقنيا، ويأتي مرة كل يومين للقيام بالمراقبة. يجب أن تصل قوة الرياح إلى 10 أمتار في الثانية كمعدل سنوي على الأقل، لكي يكون تجهيد محطة لطاقة الرياح ذا جدوى. وهذه السرعة ديال الريح دابا 16 فاش توصل تقريبا 25 متر في الثانية، لا ماشين عندها واحد آلية ديال التحكم في ليبال باش ترجعها طونجونسيال الاتجاه ديال الريح وتتوقف اوتوماتيكمون. هذا يمكن حدوثه بعض المرات في الشهر وفي الصيف أكثر من الشتاء، فعلى بعد 40 كيلومترا يوجد البحر المتوسط الذي تهب منه الرياح صوب الساحل. منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي أنتجت المزرعة 140 ميجاوات، أي ما يعادل ربع الطاقة التي تنتجها محطة تشغيل بالفحم الحجري. تم تمويل تقنيات هذه الأجهزة بواسطة قروض من ألمانيا، وينتظر أن تساعد الطاقة المتجددة في تزويد المغرب بحاجاته من الكهرباء الرفيق بالبيئة. يتزايد الطلب على الكهرباء بنسبة 7% في العام، وهذا يعني أن المغرب يجب أن ينتج كل عام ما بين 400 ميجاوات إلى 500 ميجاوات إضافية. من جهة أخرى يتمتع المغرب بموارد طبيعية من الرياح والشمس التي سيساهم توظيفها في التخفيف من نفقات الطاقة ومن تلوث البيئة. الاقتصاد في المغرب ينمو وهو بحاجة إلى الطاقة. إلى حد الآن يتم استيراد أكثر من 90% منها، فعبر ميناء طنجة يدخل البنزين والديزل وزيت الوقود وتنقل إلى نقاط التوزيع. وقود محطة توليد الطاقة آلات ومولدات كهربائية. لم يعد المغرب دولة نامية، فمدن مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة أصبحت مراكز اقتصادية تتزايد فيها الحاجة إلى الطاقة في المجال الصناعي وغيره. الحاجة إلى الطاقة تتزايد أيضاً بالشركات الصغرى، كما هو الحال في المدينة القديمة التي تملك فيها خديجة محلاً للخياطة. قبل 40 عاماً بدأت والدتها العمل في المشروع العائلي الصغير، وهي الآن تديره بنفسها. من بعد تنعبت نخدم هنا باليد، باليد كثرة بزاف ديال الخياطة وداك الشيء، عملنا الماكينة الأولانية. المهم شرينا الماكينة الأولانية وبدينا بشوية بشوية، حتى زدنا تعملنا الماكينة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وحنا ماشيين بشوية بشوية. في فصل الصيف يتزايد الطلب على الجلابة، وهو لباس تقليدي نسائي مغربي، لكن التزود بالطاقة ليس مضموناً دائماً. أحياناً ينقطع التيار الكهربائي فيضطر عمالها للاستمرار بالخياطة يدوياً. لهذا السبب تفكر الخياطة في اقتناء جهاز لتوليد الطاقة الشمسية. كما تشوفوا هذا المواكن هذا منهم حنايا كنخدموا من المشكله هي، ونهار اللي كيمشي مثلا الضو كنجلسوا ما كنخدموش. الضو كيجينا غالي، يجينا فاكتوره غاليه. الى مثلا ما خلصتي شي تعطلتي شويه كيتقطع الضو، كيتقطع الضو حنا كنجلسوا. الهدف هو توفير طاقه كافيه للجميع عبر كل المصادر المتاحه لتوليد طاقه رفيقه بالبيئه. ولهذا الغرض يتعين على المغرب تكوين يد عاملة متخصصة للتعامل مع أجهزة توليد الطاقة الشمسية أو الرياح في 7 جامعات مغربية كجامعة الرباط. ستنطلق ابتداء من نهاية العام دراسات الماستر في تخصص الطاقات المتجددة، وبمساعدة من مختصين ألمان سيتم مثلا تكوين المهندسين في مجال محطات توليد طاقة الرياح. يمكن لطاقة الرياح خلق فرص عمل في المغرب، فالمناطق التي تهب فيها الرياح بقوة هي مناطق فقيرة، وبالتالي فمحطات الطاقة يمكن أن تساعد على التنمية الاقتصادية في هذه المناطق. ولهذا السبب فتحنا مراكز تدريب
للتقنيين في ثلاث جهات لتطوير طاقة الرياح. إنها خطط طموحة، فالمغرب ينوي بعد 8 سنوات توليد 2000 ميجاوات من الطاقة، وهو ما يعادل الطاقة الإنتاجية لمحطة طنجة 14 مرة، ويتوفر المغرب على 3000 كيلومتر من السواحل التي تهب فيها الرياح بقوة والمناسبة لمثل هذه المشاريع. خاصنا في تخصص اللي سيرتو ناقص بالنسبة للبيرسونيل اللي خدام في الآن في ديال لوينو، وخصو الممارسة باش تكون عند واحد روتور ديكسبيريونس، وهذه ما يمكنش يكتسبها في العام الأول ولا في العام الثاني، دونك خاصو تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين باش يكتسب هذه المهارات. لحسن حظ محمد الرويجل أن توربينات مزرعة الرياح جديدة وليست في حاجة للصيانة، وهناك تخطيط لإنجاز مزرعة رياح أخرى وهي بدورها في حاجة إلى مهندسين.